احنا بلد محترمة بتحترم ناسها وبتجري عليهم بجد قدام ربنا وقدام الناس. انا ما ينفعش ابيع 20 رغيف بعملة مش معروفة. الولاد ما يعرفوش يعني ايه 5 ساغ، مش كده دكتور علي؟ تيجي تقول لك والنبي يا فندم والنبي ما تقول لي كده وسيبني عيش، مش كده؟ لا، احنا عايزين بلدنا تعيش، وعايزين ننظم حياتنا كويس، وعايزين نطلع منتج محترم، وعايزين نحترم أدمية الناس، وعايزين ننظم حياتنا بشكل في توازن في كل شيء.